الدهون اذا مصروف منها، اذا هاي بتنصح هاي بتسوي مشاكل صحيه، هاي يا زلمه ممكن تسوي لك كل شيء، يعني السمنه وهي الاساس كلها من الدهون اصلا. يعني ندركها أهلا وسهلا في الجميع في حلقة جديدة من سلسلة حلقة. إن شاء الله اليوم راح نحكي عن الدهون. فإيش هي الدهون؟ إيش ممكن تكون فوائدها؟ إيش ممكن تكون أضرارها؟ قديش راح آخذ منها؟ كم نسبة الدهون لازم آخذها في اليوم؟ بالنسبة للدهون، الدهون عنصر كثير مهم في الجسم، فيعني ما بنقدر نيجي نحكي إنه والله هذا العنصر مضر، لأنه من أهم العناصر في الجسم زي البروتين زي الكربوهيدرات. الدهون شو فوائدها؟ من أحد أهم مصادر الطاقة للجسم، بتساعد على امتصاص الفيتامين في الجسم وإفراز الهرمون. بالنسبة للأكل، أنا يعني إيش لازم آكل، إيش نوعية لازم آكلها من الدهون، ايش الاكلات لازم اللي هي كويسه كدهون ممكن تفيد الجسم. عندنا اهم شيء نوعين، هي نوع الضار ونوع المفيد او الجيد، الدهون الجيده والدهون الضاره. الدهون الجيده اللي هي غير مشبعه فيه، هسه غير مشبعه فيه نوعين، واحنا مش راح نحكي عن انواعها، مش راح نحكي فيها لقدام، بس بهمكم ان شاء الله. هسه بالنسبه للاكل، المكسرات، البذور، زيت النباتية، زيت السمك، زيت الزيتون، الزيتون نفسه، الأسماك الدهنية غير مشبعة. الدهون غير مشبعة إيش ممكن تفيد؟ بتساعد على زيادة نسبة الكوليسترول الجيدة وتقليل نسبة الكوليسترول الضارة. الدهون المشبعة إذا زادت عن حدها ممكن تسوي مشكلة عندي، اللي هي زيادة الكوليسترول الضار. الكوليسترول الضار ممكن يسبب مشاكل أمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية. مصادرها اللحوم الحمراء، جلد الدواجن، البن الأجواني. أنا كيف ممكن أنا آخذ النسبة الصحيحة للدهون إنها ما تضرني؟ نسبة من 20-35% من السعرات الحرارية في اليوم راح تكون للدهون. يعني نحكي لشخص باخذ 2000 سعر حراري في اليوم، بده يطلع له بحدود 44-77 جرام دهون لازم ياخذ في اليوم. لا تنسوا اللايك والشير، كومنت إذا عنده أي حدا استفسار عن الأسئلة أو أي سؤال عن الدهون أو أي شيء ثاني، ولا تنسوا سبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم إن شاء الله جديد. أول أعطيكم الف عافية.